اهلا وسهلا مشاهدينا. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، هو ازاي تحويل الفلاشه ال 2 جيجا بايت ل 4 جيجا و8 جيجا لا وكمان ل 16 جيجا بايت. طبعا الموضوع مدهش جدا جدا جدا، لكن النهارده مع بعض هنتعلم الطريقه مع بعضينا. كل علينا هنحمل الملف الونيرار في الديسكريبشن، اللينك بتاعه هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، ونعمل له اكستراكت هير. طبعا بيطلب باسورد، الباسورد ده هنكتبه، طبعا الباسورد انجليش HAMED، وبنعمل هنا شو باسورد HAMED، كلنا شايفين الباسورد، وبرضه هسيب لكم الباسورد في الديسكريبشن وبنضغط على اوكي. بيطلع معانا فايل هنا زي ما احنا شفنا ستات تول، بنفتح بندخل هنا ستات، هنا الاداة المستخدمة نجيبها قدامنا، هنا الأداة اللي هنستخدمها في الشرح قدامنا زي ما انتوا شايفين ستات تولز. كل اللي علينا الأول دي الأداة، الأداة حجمها صغير جدا 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 بالكيلو بايت نص ميجا، بنعمل لها run as administrator وبنضغط على yes. طبعا دي وجهة البرنامج، هنا بنختار الديسك بتاعنا، طبعا دي بارتيشنات الهارد لازم نخلي بالنا جدا. الأول نحط الديسك بتاعنا، طبعا الديسك بتاع الفلاشة 2 جيجا، ولو نحط الفلاشة بتظهر معانا remove disk، طبعا لازم تكون متفرمتة لان لو مش لو عليها اي داتا هتتحذف. زي ما احنا شايفين 2 جيجا بايت، زي ما احنا شايفين، زي ما احنا شايفين 2 جيجا بايت. كل علينا بنقفل الاداة، بعدين نعمل run as administrator yes، وبنيجي هنا بنشوف رمز الفلاشة بتاعتنا، وطبعا زي ما احنا شايفين مع بعضينا رمز الفلاشة بتاعتنا اتش. لازم نركز في الرمز جدا لان ممكن نفرمت بارتيشن من بارتيشنات الهارد بتاعنا. رمز الفلاشة اتش ونضغط على اتش. طبعا هو بيقول اوفر 2 4 جيجا بايت 4، هي تتحول ل 4 جيجا، الضعف بتاعها هي 2 جيجا تحول ل 4، ونضغط على اوكي وبنختار 4 جيجا وبنضغط هنا نو. بيحمل معانا زي ما احنا شايفين، تستمر عملية التحميل، بنسيبه يحمل، وهنا زي ما احنا شايفين اكتملت عملية التحميل has been compressed with، عملية التقلص اكتملت، وبنضغط اوكي وبنفتح ماي كمبيوتر، وبنيجي عند الفلاشة 3 وصلت 4 جيجا فعلا زي ما احنا شايفين 4 جيجا بايت 399. وكمان نقدر نخلع الفلاشة تاني ونقفل البرنامج، وبنرقم الفلاشة تاني بتاعتنا بسرعة زي ما احنا شايفين ماي داتا، الفلاشة تحولت 4 جيجا زي ما هي. طبعا نفتح الأداة مرة تانية، نضغط يس وبنضغط اتش مرة تانية، والمرة دي بيقول التحويل ل 8 جيجا بايت، بنحددها، وهنا اسم الفلاشة ماي داتا، هو كان ريموف ديسك اتحول في المرة الأولى لماي داتا، عايزين نغير الاسم نغيره، هنسيبه ماي داتا زي ما هو، وبنضغط على كومبريس ناو وبننتظر يحمل. تستمر معانا عملية التحميل زي ما احنا شايفين، وهنا عملية التحميل التانية تمت، وبنضغط اوكي وبنروح عند الديسك بتاعنا بيحمل، اتحولت ل 8 جيجا بايت اللي هي بتتقري 7.5 تقريبا، وبنقفل وبنخلع الديسك بتاعنا مرة تانية ونركب الديسك مرة تانية. سواء بقول على الفلاشة ديسك وكده يعني، وبيتصل معانا الديسك ماي داتا، ونعمل run as administrator، وبتيجي معانا الأداة، والأول نشوف الأداة نفس الديسك بتاعنا اتش 8 جيجا، وبنختار الديسك مرة تانية، والمرة دي بيقول عملية التحويل هتبقى 16 جيجا، وبنضغط عليها وبنضغط هنا زي ما احنا شايفين، وننتظر لما يحمل. وزي ما شفنا تمت معانا اخر عملية تحميل، وبكده الديسك بتاعنا تحول ل 16 جيجا بايت زي ما احنا شايفين. طبعا 16 جيجا بتتجري 14 و8 او 15 جيجا زي ما احنا هنشوف 15900. وطبعا نيجي للجزء اللي هيمثل صدمة لمعظم متابعينا، هو كل اللي عايز اقوله هنا ازاي اداة زي دي كده هتقدر تحولنا فلاشة من 2 جيجا ل 16 جيجا. طبعا الطريقة لو فكرنا فيها بالعقل هنلاقيها مستحيلة جدا،
الفلايش دي لها شركات، شركة زي ساندسك وشركة تانية كبير بتنتج الفلايش من 2 جيجا لحد 16 و64 و32 جيجا و128 جيجا واكبر من كده. ازاي بتيجي أداة حجمها نص ميجا بتحولنا الفلاشة من 2 جيجا ل 16 جيجا؟ طبعا الموضوع اسطورة وخدعة. اسفين على عنوان الفيديو والصورة المصغرة اللي حطناها، لكن كل متابعين عارفوا مصداقيتنا، وكان لازم نعمل صورة زي كده لان كان لازم بسبب الصورة الناس كانت هتدخل ونثبت لهم الحقيقة في الفيديو. لكن لو قلنا ان الطريقة حقيقية ونكفي الفيديو بعد كده طبعا هنفقد مصداقيتنا قدام الناس، ولو كنا عملنا صورة مصغرة وكتبنا ان فيها الموضوع كذب ما حدش كان هيدخل الفيديو اصلا. وطبعا احنا هنعمل كده بالاثبات عشان في ناس برضه هتنزل في الكومنتات ولا وتقول الطريقة فعالة. الفيش الوقت 16 جيجا، احنا مش هنبعت ملف اكبر من 10، احنا هنبعت فايلز. لعبة عندي مساحتها 2 جيجا ونص، طبعا الديسك الاصلي مساحته 2 جيجا، بنعمل له سند تو وبنبعت على الديسك بتاعنا. طبعا مستحيل تتم عملية الارسال، هيقعد يحمل زي ما احنا شايفين، وفي الفيديو بيحمل زي ما احنا شايفين، تظهر عملية التحميل وبتستمر معانا عملية التحميل. وزي ما احنا شايفين عملية التحميل بتتم وشكت على الانتهاء. طبعا زي ما قلنا ان الديسك مساحته الاصلية 2 جيجا وتحول 16 جيجا بايت، فده فايل 2 جيجا ونص، فحاجة بسيطة جدا جدا انه يشيل فايل زي ده، ولكن الحقيقة مصدومة جدا. وزي ما احنا شايفين بتيجي في نص عملية التحميل بعد ما وصلت لحد هنا زي ما انتوا شايفين، وبيقول له مش قادر يبعت الفايل ده ويتي. طبعا بنقول له تراي اجين، بيعيد التحميل من الاول، ومجرد ما تتمال ال 2 جيجا بتاعتك بتعيد عملية التحميل من الاول. فده دليل لإثبات كلامنا ان الطريقة كاذبة، وان الطريقة بيتباع تحتها كروت ممرز وفلايش كتير جدا على أساس انها قديمة والمساحة المكتوبة على الفلاشة اتمسحت او مش باينة، وبتتباع لانها 16 جيجا و 32 او 64. طبعا هنا كان شرح درس النهاردة، ياريت ما نتعلقش نفسنا وما نعتقدش ان المساحة زادت، لا ده كمان ان الاداة بتسبب في ضرر الفلاش، وممكن معظم الفلايش اللي هي الديسك محمي ضد الكتابة وغيرها بتكون بسبب الادوات اللي زي كده. وطبعا فاضل ان احنا نثبت ان الفلاش مساحتها الاصلية 2 جيجا بس، كل اللي علينا ببساطة جدا بنضغط هنا وبنعمل فورمات الفلاشة وبنقول له اوكي، فلاشة رجعت مساحتها الطبيعية 2 جيجا بايت زي ما انتوا شايفين. شكرا للمشاهدة، اتمنى لحضراتكم الضغط على زر السبسكرايب وتفعيل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. شكرا.